نطمن على سعد سمير وليد سليمان، يمكن هما طلعوا اصابات لكن عايزين نطمن على عليهم الاصابه. سعد سمير عنده حصل له يعني زي كرامب في العضله الخلفيه، لكن طبعا الاصابات العضليه لازم الدكتور هياخد وقته فيها. وليد سليمان الحمد لله لا ما فيهوش حاجه، بس طبعا لبعده الفتره الاخيره عن مباراه فمستر كارترون راى ان هو يجدد النشاط في الحته ناحيه الشمال عندنا ويقفل بايمن اشرف. ناصر ماهر طبعا لي زي ما قلت لك حته المرتدات، صلاح محسن عنده سرعات، ناصر ادى بشكل كويس برضو، لاعبتنا كلهم ادوا بشكل كويس، لكن طبعا المدير الفني مستر باتريس لي بيبقى ليه رؤيه وبيدير المباراه بالشكل اللي هو شايفه. انا تاني بقرر ان مباراه او فريق حريه كوناكري فريق مش سهل، فريق هيلعب في القاهره بجراه وهيهاجمنا، ولو يعني عايز اقول ان احنا لازم نبقى مركزين جدا في الناحيه الدفاعيه، ولازم نبقى قويه جدا في الناحيه الدفاعيه، وان شاء الله الحته الهجوميه هنقدر نجيب الجون. نتمنى دفاع على ملعب السلام. انا عارف ان النادي الاهلي بيلعب في اي ملعب، لكن بتشوف ازاي حضور الجماهيري؟ لان المسانده مطلوبه جدا في المباراه دي يا كابتن. خلاص احنا تكرر ملعب السلام، جمهورنا هيجي، جمهورنا هيبقى في القاهره والملعب موجود، واحنا بنلعب عليه مباراه الدوري ان شاء الله يمتلئ عن اخره، والامن بتاعنا الامن المصري قادر انه يامن المباراه. احنا خلاص يعني دلوقتي مصر بقت يعني خلاص رجعنا تاني الحمد لله زي الاول، وان شاء الله جمهور النادي الاهلي، انا بقول ان فريق النادي الاهلي محتاج جمهوره ومحتاج ان يتواجد خصوصا في بطوله افريقيا. احنا بنلعب زي ما تشوف كل المباراه جمهور بيبقى، فلازم احنا كمان جمهورنا يبقى موجود، لان جمهور النادي الاهلي انا بقول ان هو عامل رئيسي في بطولات النادي الاهلي اللي بيحصل عليها. فنتمنى ان شاء الله ان جمهورنا يبقى موجود ان شاء الله يوم 22. شكرا، بشكركم جدا، بنشكر اكيد طبعا الكابتن الكبير كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره. مباراه اكيد كانت جيده للنادي الاهلي، ضيعنا كتير، لكن زي ما اكدنا وقلنا كابتن سيد الظروف كانت صعبه جدا هنا، يمكن امس كانت امطار، النهارده كمان الملعب يمكن الشمس كانت واضحه، الملعب فيه مطبات كتيره، قلنا الشكل الظاهري بالنسبه للملعب بنتمنى ما يبقاش ليه تاثير، لكن واضح النهارده شفنا ناصر ماهر في اكتر من كوره، عدد كبير من اللعيبه كانت بتزحلق، لكن اكيد يعني نتيجه جيده، نتيجه المباراه دي والمباراه اللي جايه ان شاء الله تؤهل النادي الاهلي باذن الله. هدفنا هو البطوله الافريقيه. مستمرين معاك كابتن سيد وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان، واكيد هيبقى معانا في خلال لحظات مستر باتريس كارتيرون لعيبه النادي الاهلي، هنشارككم اكيد النهارده المباراه ونحاول ان احنا نتكلم معاهم عن كل الامور الخاصه بها المباراه، لكن برجع لك في هذه اللحظات كابتن سيد عبد الحفيظ.